حول التطورات الميدانية في اليمن. ينضم إلينا من عدن الباحث في الشؤون السياسية دكتور عبد الملك اليوسفي. دكتور عبد الملك، أهلا بك معنا إلى هذه النشرة. في البداية نتحدث عن التقدم الذي تحرزه القوات الشرعية في تعز وتحرير مديرية ذباب. إذا ما تحدثنا عن التقدم الذي تحرزه القوات الشرعية، إلى ماذا تعزو هذا؟ مرحبا بك أستاذة ولادة والمشاهدين الكرام. الذي يحصل اليوم في تعز يعزى إلى أنه هنالك ارتباط بمسألة المعركة. كان يعني تعز هي لعبة دور الاستنزاف الاستباقي الممتاز لعصابة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين. كشفت الوجه القبيح لتلك العصابة، وهذا أمر مهم جدا في ضعضعة الحاضنة الشعبية لهم، وحتى أنه لم يتبقى معهم إلا الآن مجرمون ومرتزقة. الناس الذين كانوا ينطلقوا من منطلق عقائدي الآن عرفوا الوجه القبيح لتلك العصابة، وهذا الدور الذي فعلته تعز الآن تقريبا أدى أكله والمعركة تقترب من صنعاء. وأعتقد أن الآن سيحصل تحسن نوعي في التقدم في تعز. ذباب الآن تحت السيطرة، في المسراخ هنالك تقدم ممتاز جدا، على تخوم المدينة هنالك تقدم ممتاز جدا، وفعليا هم الآن تقريبا هم يسيطرون على مناطق محددة في مداخل المدينة تعز، مناطق محددة في الراهدة والطريق المؤدية إلى المدينة، ومناطق محددة في المخاء والطريق المؤدية إلى تعز. غير كذا تقريبا تستطيع أن تقول هذه مناطق مهمة اللي لا زالوا متواجدين فيها هذه الميليشيا، هل هي مهمة؟ باستثناء الوحيدة التي لها أهمية استراتيجية هي المخاء، غير ذلك هي مسألة وقت يعني. نعم. اللهم طيب. يعني مزيد من كشف الوجه القبيح للعصابة التي تحاصر المدنيين، تمنع الإغاثة، تقطع الطريق، تقتل النسوان، تنتهك الأعراض، تفعل كل شيء قبيح ممكن أن يفعله. القبائل يسموها العيب الأسود. المخا هي المكان الاستراتيجي الوحيد الذي تبقى معهم في تعز كونها منفذ بحري. نعم. طيب دكتور عبد الملك، هناك تعزيزات عسكرية للجيش الوطني في جبهة حرض وميدي بمحافظة حجة، هل هذا يعني أنه بداية تحرير الساحل التهامي من هذه الميليشيا؟ أعتقد أن معركة حرض لها ارتباط ليس بساحل تهامة بقدر ما هي لها ارتباط بمعركة صنعاء، اللي هي النفس الطويل لفتح طريق للكماشة من غرب صنعاء. الوضع الطبيعي أنه الآن وصلت مثلث عاهم الآن تحت سيطرة الجيش الوطني، وهو قريب منه على تخوم مثلث عاهم. مثلث عاهم لمن يعرف الجغرافية هو مثلث يؤدي من شمالا إلى حرض، جنوبا إلى الحديدة، وشرقا يذهب إلى حجة. هذه الطريقة الاستراتيجية أعتقد أن المقاومة والجيش الوطني متجهين باتجاهها، ونهايتها صنعاء. يعني هي في الأخير تصب في صالح معركة صنعاء أكثر من مسألة تحرير الساحل. نعم. طب قبائل الطوق حول صنعاء تتحرك لتوحيد توجهاتهم لدعم الشرعية وبالتالي تأمين العاصمة، يعني كما ذكرت لتكون مقر للحكومة، كيف يمكن هذا؟ هو الذي يعرف ديموغرافيا صنعاء والمحيط بصنعاء، ديموغرافيا المحيط بصنعاء مع من غلب، يعني الذي والغلبة يبدو أنها تذهب باتجاه التحالف العربي. بالتالي القبائل يعني على ما يبدو أنهم قد حسموا أمرهم أنهم سيكونوا مع من غلب، لكن منتظرين لحظة الصفر. هنالك في السياسة وفي الحروب حاجة يسموها أثر الدومينو، عندما تجمع أحجار الدومينو يعني تضعها قائمة واحدة بجنب واحدة، تحصل لحظة إذا 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 قلبت واحدة انقلب المجموع كله. هنالك خطوة معينة يبدو أنه يتم الترتيب لها من قبل التحالف في الوقت المناسب، وستنهار كل أحجار الدومينو، ووقتها سيكون يعني سيكون شبيه بما حصل في بغداد في 2003. بانتظار هذا الانهيار على كل، شكرا لك دكتور عبد الملك اليوسفي، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك.